لكم التحية في كل مكان. وصلنا لآخر فقرات ظلال أصيل اليوم، وأنا سعيد جدا بأنه أستضيف فيها تجربة شابة، تجربة غنائية شابة. أتمنى له التوفيق قبل ما نتحاور معه. حتسمعوه طبعا أنتم الحكم، لأنه حيغني لنا الليلة في الاستوديو. أنا سعيد جدا بأول حاجة يكون معي الموسيقي والمغني والفنان خالد إمام. أهلا بك، مساء الخير عليك معنا في ظلال الأصيل. حطين أستاذ محمد، وأنا في الحقيقة أعتقد أنه دي ظلال وأصيل مميز شديد في صحبتك. مقامة إعلامية مميزة وثقافة عالية، مخزون عالي جدا ووعاء كبير جدا من الفهم العالي. أنا حقيقة سعيد جدا باللقاء وفي معية الشباب إن شاء الله بإذن الله. تسلم يا رب. معنا الفنان الشاب ابن مدينة كوستي عامر البدوي. ازيك؟ عليكم السلام ورحمة الله أستاذ محمد محمود. لكم التحية جميعا، وأنا سعيد غاية السعادة أن أكون يعني أمامك، وإن شاء الله نكون يعني نقدم حاجة ترضي الجمهور إن شاء الله. شنو كوستي بالنسبة لي؟ والله كوستي يا أخي بالنسبة لي أي حاجة يعني، فهي مدينة يعني جميلة ومعروفة لدى الجميع. تربيت فيها ودرست فيها نعم. لأنه فنانين كتار جدا لما نجوا بنسوا كوستي، بنسوا مساقط رأسهم، عرفتها كوستي بيشيل العاصمة، بيشيلهم وبنسوا وبرحلوا هنا وكده. والله كوستي ما بتتنسي معها، إنه أنا أصلا جيت سكنت هنا الخرطوم لكن ما قادر أنسى كوستي يعني، فبمشي يعني حتى بتمشي وتمشي يعني وتمشي. بديت في كوستي أنت؟ بديت في كوستي هنا في الحفلات، البيوت الدكاكينية. الناس رأيهم شنو كان؟ والله الحمد لله ناس يعني، ما في حفلة أنا مشيت لها ما الناس ما كانت مبسوطة الحمد لله. مورك مية مية. نعم. لسه حوارنا ماشي في الغريب بعد شوية. إن شاء الله. فنان خالد، سمعته أنت؟ نعم. نعم. انطباعك الأول؟ أنا حقيقة في التحية أول حاجة للرواد المبدعين في السودان بجميع الأشكال الإبداع، ولكن التجارب الشبابية الآن يجب أنها تأخذ مساحتها الكاملة في في الفرصات. الفرصة إن تقدم نفسها. وحقيقة المعايير الآن اختلفت أستاذ محمد. أعتقد زمان كانت الوسائل والطرق لأنك أنت تنتقل من البيئة الموجود فيها لتصبح نجم في الميديا كانت معقدة إلى حد كبير. صحيح. الآن الشباب لديهم أكثر من فرصة وأكثر من نافذة يطلوا من خلالها. نعم. نعم. وبالتالي المعايير تختلف، حتى المفردة، المعالجات اللحنية للنصوص أيضا اختلفت بشكل كبير. صحيح. وبالتالي أعتقد أنهم فقط عندهم إشكاليات حقيقية يجب أن تتم معالجتها عبر المراكز، عبر التجمعات الشبابية. لأنهم بيحتاجوا لأنه يصقلوا هذه المواهب بشكل عالي جدا. صحيح. إذا كانت أصلا الهدف من الموهبة أنك تقدم أعمال تظهر راسخة في الوجدان السوداني، ودي نجحوا فيها الرواد بشكل كبير لأنهم قعدوا للأعمال الفنية وتفرغوا لها تفرغ كامل. طبعاً. لكن سرعة إيقاع الحياة الآن المفروض على الشباب. نعم. بيجعل إنه من الصعوبة إنه يلقوا نفس المنتوج اللي كان موجود في الوقت ذاك، إضافة لإنه المعينات الآن أصبحت صعبة يا أستاذ محمد. أنت عارف كده طريقة الحياة وأسلوبها وحتى انشغالهم بكثير من التفاصيل أصبح غير متاح الزمن في إنه يقدموا فيه الحياة بشكل واعي وكامل. نعم. لكن أعتقد إنه من التجارب إنها تيجي بالدفع بها للأمام عشان شوية شوية تصبح هناك مجموعة من الشباب تؤسس لجيل جديد. ما هو صحيح. في النهاية نحن حنتعامل مع موضوع الأجيال بالضبط. كل جيل وفق المعطيات حقته وما يكون عنده من منتوج. أكيد هو بيحتاج لكثير من التفاصيل بحكم حداثة السن يعني. طبعاً طبعاً. لكن من المؤكد إنه الموهبة تظل موجودة. صح. في الأعمال. فعلينا قال نحن ما بنقول الزول ما إلا يمشي المعهد يقرأ 4 سنوات. فيك السولفيج. أيوة صحيح. فيك النوتة بس. وأعرف أنت السلام اللي بتغني فيها. بالضبط صحيح. لو عرفت دير تخيل لي بيكون أفيد لي يعني. طبعا أستاذ محمد اللغة الآن أنت شفت مجموعات موسيقية كثيرة. صحيح. وفنانين كتار شباب. تحية لكل الشباب، وأنا بحيي تحية خاصة أخونا الفنان عمر جحف الآن موجود خارج السودان. هو في كندا. صحيح. في كندا حاليا. نعم. لكن تشوف اللغة المشتركة بينه وبين الموسيقيين وبينه وبين الناس اللي بيأدوا الأعمال الفنية، وكذلك محاولة إنه يلخص النصوص الشعرية عشان يطلع منها يطلع بنص واحد عشان يقدر يحسه هو نفسه. التجارب دي كانت تجارب ثرة بالمناسبة، ومحتاجة لإنه الناس الشباب ديل برضو يهتدوا بها بشكل عالي كده.
الدراسه في حد ذاتها ما مطلوبه بالشكل المتعمق التخصيص والمتعمق يعني زي ما قلت على اقل تقدير لما يكون موجود مع مجموعه موسيقيه يعرف انه يقول لهم السكيل الفلاني بالضبط. عاوز اعمل المثل عشان ما يدور نفسه بالضبط صحيح. نعم. نعم. نعم نعم. كيف رايك شنو الكلام ده يا خالد؟ والله كلام مغنى يعني كلام مغنى والله. حتعمل كورسات صغيرونه حبه حبه كده؟ نعم. حتعمل لك كورس كورسين؟ لا ان شاء الله والله النيه يعني فيه باذن الله تعالى طيب انت موضوع الغنى ده بالنسبه لك انا بتكلم بشكل عام يعني كلام ما مقصود به انت بشكل خاص. موضوع الغنى ده بالنسبه لك انا بعرف شباب كتار جدا موضوع الغنى ده بالنسبه لهم حاجتين الشهره والقروش عشان كده مستعجلين عشان كده بنسمع بيزول في السماء ازعاج كده بعد 3 شهور بيختفي بيبقى ما في انت الكلام ده عارفني انا قاصد شنو؟ عارفك انا شخصيا انا عامر ده ما خاتم موضوع قروش والله نعم فمن صغير يعني هي القروش مهمه بالمناسبه القروش هي مهمه انت بتلبس وبتتحرك وده العربيه كيف قروش مهمه نعم هي مهمه ما بننكرها صحيح لكن هي ما بتخطها لقروش لانه انت اذا خطيتها يعني في رقم واحد انها عشان انك تكتسب مال وهكذا فبلاشك ما بتعبر والله يعني حدك بيكون شنو قريب فالآن أصبحت زي ما ذكر الأستاذ إنه السوشيال ميديا أصبحت متاحة فالناس بقت تصنع محتواها الفني براها وبترفع صحيح فظهرت الترندات فلاحظنا معظم الفنانين عملوا ترندات وعملوا يعني زي ما بيقولوا صرفة لكن ما مشوا يعني صحيح ما مشوا نحن المشاهدين بيكونوا متسوقين جدا يسمعوك هنغني شنو؟ انا حغني ليه فرض الجفا كلمات الاستاذ مروان محمد ولد السلطان والحاني انا شخصيا بتلحن كمان بلحن لا بقى ده موضوع نجي وبعد بعد نسمع الاغنيه ان شاء الله تمام نسمع تعبت من المشوار لك من الصباح حتى الغروب من الصباح حتى الغروب بتخيلك دائما معاي في زحمة الشوق العنيد بلسم يطبطب للجروح يخفف الألم الشديد يفتح شرايين القلب يدفق الريد من جديد تسقيني من ينبوع حواك تخيلك بتبارك عيد تخيلك بتبارك عيد أنا ديما بحلم برؤاك حرماني ليه فارض الجفا يا ريت أشوفك في الخيال إنك سعيدة ومطرفة لمتين معاك أنا أستريح لما في جلسة صفا لمتين معاك أنا أستريح لما في جلسة صفا يا بنية مشتاق لك كتير فرقتك قلبي كفا لمتين معاك انا استريح لما في جلسة صفا يا بنية مشتاق لك كتير فرقتك قلبي كفا فرقتك قلبي كفا بتخيلك دايما معاي في زحمة الشوق العنين بلسم يطبطب للجروح يخفف الألم الشديد يفتح شرايين القلب يتدفق الريد من جديد تسقيني من ينبوع هواك تخيلك بتبارك عيد تخيلك بتبارك عيد
انا اشوفها ما خلاص تاخد خطاي على الدروب. تعبت من المشوار ليك من الصباح حتى الغروب، من الصباح حتى الغروب، من الصباح حتى الغروب، من الصباح من الصباح شكرا يا خالد. عامر البدوي عرفت ليه جبناك زلال الاصيل؟ عارف ليه؟ ليه؟ لانك تستحق. اديك العافيه يا استاذ والله. ده اول لحن ليك؟ ده اول لحن لي والله. لكن لحنتها قبل كده الدكتور عبد العظيم اكول اداني قصيده لحنتها. اكول كويس، توصلت لاكول كويس. أيوة تمام. عبد العظيم اكول فدرسني تحرير صحفي جامعه النظام الاسلامي، انا خريج النظام الاسلامي. ممتاز. و اعلام راديو تلفزيون، وعبد العظيم اقول له اداني عمل لحنته وعندي كم اعمال. لا كمان انت ما تجي تنافسنا في مهنتنا كمان. لا لا ما قلنا دي نغني. انت ما بزول بنافسك صراحه. يعني ما كسرت لي يا فغني هناك وخلينا نوقف مذيعين. خليك تمام. خالد اقصد ايوه خالد رايك شنو في اللحن اول حاجه ونتكلم في الصوت بعد ذاك، وطبعا قلت الخبره هي وضحت طبعا بالتاكيد يعني. نعم هو صحيح، نحن زي ما قلت قبل شوية التجارب الشبابية افترض انه يعني تلقى فرصتها الكاملة. عفوا. والآن الفكرة النص الشعري لو لاحظت هي كانت فيها مفردات مختلفة. يا أستاذ محمد الشباب ديل قاموا عملوا حاجة مختلفة كثيرة يعني. المفردات النصية ذاتها أصبحت عندها مضامين تانية يعني. قبل شوية كلمة الينبوع ولاحظت لفتح الشرايين يعني أصبحت الرمزية هي جزء أساسي من المكون النص الشعري. وبالتالي يتطلب أن يكون في مخيلة جديدة للأفكار اللحنية حقتهم. والصحيح أنه الأفكار اللحنية زي دي بتحتاج حقيقة لأنها يكون عندها شخصية الصوت. صحيح. التحية لأستاذنا محمد عجاج في كلية التمثيل والدراما، حاليا هو خارج السودان. تحية واحترام له. لكن وجوده كان في الكلية مع معظم أساتذة الصوت، دراسة الصوت الفوكال، كانوا بيعتمدوا أساسا في أنه يدرس الطلاب كيف أنك تجعل من الصوت شخصية عشان يصبح الصوت عنده البصمة لما الزول يسمع ويكون عارف أنه المفردة الفلانية هي تخص الفنان الفلاني. الآن عامر هو في اتجاه أنه يحاول يوظف إمكانياته حسب النصوص الشعرية اللي هو تعامل معها. وكذلك المحاولة اللحنية، محاولة أنا أعتقد أنها محاولة جيدة. لأنها اعتمدت على الإيقاع البسيط 6/8 السوداني حقنا العادي. صحيح. واعتمد على السيكونسر في التلحين، وبرضه من الأدوات السهلة جدا في أنه الزول يعمل مؤلف موسيقي. ولكن الأفكار اللحنية برضه لو جينا عشان ما نحاكم تجربتهم بشيء من التعسف يعني. صحيح. لو احتجنا لأنه نقوم نعمل مقارنات بالتأكيد بيكون المقارنة مخلة طبعا بالضرورة ومظلوم يعني. صحيح. ثاني ويكون فيها ظلم كبير. نعم. وبالتالي الصحيح أنه التجربة الشبابية تأخذ فرصتها الكاملة. نعم. الآن دي فكرة، وكثير من الشباب أيضا يقدم أفكار لحنية وأفكار شعرية كثيرة. صحيح أنه الآن بحاجة لأنه كيف يعرف المدى الصوت والقامة الصوت. نعم. وطبيعة الصوت، وهو متين الصوت الرنان موجود فيه عشان يتنفس. صحيح. بشكل طبيعي. هي مفردات بتاعت معرفة وعلمية زي ما انت عارف استاذ محمد. مكتسبة طبعا بالضرورة وما صعبة وما صعبة يعني. لكن مؤكد انه كتجربة لحنية هو صاحبها. انا والله معجبها جدا يعني. خالص. صراحة. صحيح. لانه فعلا يستحق انه يشيد بها، لانه اذا كان دي كانت التجربة اللحنية الاولى مؤكد اكيد لقدام بعد شوي بعرف انه اللحن ده ممل. نعم. نعمل كسره هنا. صحيح. نقلب الايقاع. صحيح. هنا. صحيح. ده بالخبره طبعا. وتبدا بعد ذاك الافكار الثانيه من خلال العلميه برضه انه يعمل الفاريشن وين بعد ذاك عاوز يعمل ميديوليشن في حته. وده بيطلع من حكايه معرفتك بالسلالم الموسيقيه وكذلك. انك كيف تستخدم ابعاد صوتك في مناطق الصحيحه. وده عنده علاقه بالوعي بصوتك. اكيد انك عارف صوتك ده مدى وين وحد وين. صحيح. تطريبه للحليات الحلوه. صحيح. صحيح. هو برضه محتاج لانه الشباب برضه الذاكرة السمعية حقتهم مفروض تكون ثرة بالأعمال.
يعني الآن في كم محدود من الأغنيات يتم تداوله بشكل مستمر في الوسط الفني. نعم. لكن مفروض يرجعوا للإرث أو تفاصيل أقدم، والأفضل كمان إنه يكون تتنوع الفكرة بتاعت الذاكرة السمعية، ما تكون فقط محلية. صحيح. لأنه استماعك للأنماط مختلفة من العمل الموسيقي العربية وغيره وغيره. نعم. بيغذي بالمناسبة، يغذي طبعاً الفكرة ويفتح الخيال. صحيح. نعم. طبعا بعدين هم جيل محظوظ يعني. نعم. ياسي الميديا بيفتح بكتب أي فنان أكيد. عالمي بالقلب حفلة بالقلب تسجيل بالقلب. أنت شاعر ملحن، نتمنى تتعاون مع بعض ده قدام يعني. أكيد والله طوالي بالضبط. إذا سرنا طوالي رأيك شنو شفت أنا محضر خير كيف عليك الله الله يبارك فيك. تتعاونوا مع بعض شرف والله شرف إنه يعني يعني عندك اللحن بتاعك وعندك كل ما عملت حاجاتك بتمشي. نعم. صح الموضوع داير صبر، وصح الزول في البداية يبدأ بحق غيره، لكن في بعض الفنانين بيقوا التكاليين لحد يوم الليلة هم بغلوا حق غيره. فنانين ما صغار يعني في التجربة، لكن محتمدين على حق غيرهم يعني. نعم. وبتكسوا من وراه، والكلام ده هسه كله هيجيف لأنه في حقوق ملكية. لو غنيت أي حاجة في حفلة بتضطر تعمل حقك البراك، فلي قدام. صحيح. أنا أتمنى تعمل حاجة. أنا شخصيا عمري في 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 الحاجة دي أو في الموسيقى دي ما يعني ما طولتها. ما كبير فيه. لكن بداياتي كده بس فكرت إنه أنا أشتغل شغل خاص يعني، عندي هسه أكثر من 4 أو 5 أغاني والجاي كتير بإذن الله تعالى. فكرت بإنه أنا أشتغل حقي الخاص. تمام. وما عيب إنك أنت يعني تشتغل حق غيرك. صحيح. تمام. لكن زي ما قلت في فنانين وبغض النظر من نحنا نذكر أساميهم قدام والله في المجال ده، لكن حتى يا دول بنعرفهم مش كده وبس، دول بيعملوا حفلات بتذاكر بغنى غيرهم يعني. أنا ما أعرف بمشي الأسر بتدوم ولا ما بتدوم. صحيح. الكلام ده قاعد وحاصد، لكن الناس ساكتة بس. دي حاجة ما صح. ما كريمة. ما كريمة. إذا بتمشي للأسرة وتديها، إذا كان الفنان يعني راحل مقيم، إذا كان وقف غنى ده حقه. ده حقه. يعني نص التذاكر دي مفترض تمشي له يعني. أنت عمال بتحترف غنى يعني، يبقى ذاك لعيشك وشغلك ولا حتخليه حاجة بالجنب؟ والله يا أخي هو حسي انا ما 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 عارف انه هو المستقبل حيكون شنو. انت فكرتك عن القصه دي هل هو للتسليه ولا انت لا أنا او استحترف؟ انا 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 ما ما, ما اعتراف يعني. زي ما قلت قبل نمره واحد، انا قاعد اهواه هوايه كده. تمام. ده مبدئيا مبدئي. انت لسه ما حسمت المساله دي. ما حسمتها. لكن يعني كونه اخليه هو اكل عيش بس ما بخليه ما بخليه اكل عيش يعني. بتكون في حاجه ثانيه معه. في حاجه ثانيه. أي أنا سألت السؤال ده لأنه خالد أنت تعلم لو الموضوع ده بقى في العيش صعب تشتغل صعب حاجة تانية. ما لأنه أنت فعليا يوميا بتنوم 4 صباحا. صح. إذا بقى دي شغلتك يعني، فبتبقى من المستحيلات إنك تكون شغال دوام تاني. غير إنه يا أخي أنت بتنوم 4 صباحا أو بتنوم في أوقات متأخرة، هو ذاته عنده فترة كده حيجيف المناسبات ذاتها. نحن عندنا هنا في السودان عندنا مواسم يعني. تمام. الغنى عنده مواسم أنت رايك؟ أنا حيجيف ولا؟ لا ما حيجيف في وقت. تمام. فأنت إذا خليته لك يعني مصدر رزق مباشر كده. نعم. فبلا شك إنه بتبقى ورطة. بتبقى ورطة والله. لأنه فنانين كتار لسه خلاص احترفوا المسألة دي. لازم تكون تدعمها بحاجة. أيوة وعملوا معاه ادابتيشن يعني إنه أنا فنان والله دي شغلتي. أيوة بعدين يعني أنت كان كبرت يعني العمر ما في معاش ما في حاجة تاني بدك لها. أنت ما فنان دي ما حاجة خاصة. فنان ما بياخد معاش. ما بياخد معاش. أبشرك فنان ما عنده معاش أصلا. أي الراحل المقيم وردي لحد رحل كان بغني. أيوة. الفنان ما بياخد معاش على الإطلاق يعني لأنه معتمد عليه موهبة. نمشي وين يا خالد تاني؟ نمشي للساحة الفنية. أنا ما أقدر أورط عامر عشان ما نخش في إشكالات، ما إحنا جيل يعني هو شالين وش القباحة طوال يعني يخش في إشكالات مع أقرانه. كيف الساحة الفنية شايفة؟ والله يا أستاذ عشان أضيق لك الزاوية. أي. في 7 سنين الفاتت دي. 7 سنين مقسومة على فترتين. طيب. الفترة الأولى كان فيها منتوج عالي جدا، الشباب قدموا تفاصيل فنية كبيرة، ظهرت أعمال رائعة من قبل الثورة بشوية. نعم نعم. وكانت في مزيج من الأعمال المشتركة ما بين المناطق الجغرافية في السودان. ظهرت أسماء من مناطق صحيح. خارج مناطق الخرطوم صحيح. وظهرت بشكل قوي جدا ولامع داخل العاصمة وفي المساحات الكبيرة في المشاركات الخارجية. نعم. شارك بعض الفنانين في المشاركات خارجية وقدموا أعمال جيدة جدا عن طريق ملحنين وعن طريق نصوص شعرية جيدة. دي كانت الفترة الأولى.
واعتقد انها كانت راغيه بحد الى حد كبير. كانت هناك اجسام ايضا ترعى هذا النشاط. نعم. وده كان مميز لانه الرعايه تعني زي ما تفضلت قبل شويه بالضروره عصب الحياه ما لابد انه يكون متوفر. طبعا. ايضا الجسم الاداري اللي يدير العمل بالضروره كان يتوفر وكان موجود وقتها. كانت اديره الاعمال حقت المبدعين السودانيين بطريقه او باخرى مشت بهم الى برا الامان. نعم. الاتحاد ايضا كانت لديه مسؤوليات عاليه جدا وقدم اعمال جليله عبر الورش وعبر الفعاليات اللي كان بيقدمها خلال الفتره الاولى. صحيح. ولكن بعد ذاك اختلفت طبيعه الحياه في الجزء الثاني من السبع سنين. المبدع السوداني عانى معاناة كبيرة زي وزي باقي الشعب السوداني. نعم. وانت مدرك طبعا للتفاصيل. صحيح. صحيح. كثير من الأمور اختلطت عليه وأصبح لو بدينا بس من الفترة من سنة 2020 والجائحة الكورونا الموسيقيين كانوا يعانوا معاناة خرافية. صحيح. جدا وقفت حالهم وقف والله تماما تماما. صحيح. وكانت أوضاعهم لا توصف للحد البعيد. وده ذاته خلى الناس تفكر بطريقة أو بأخرى زي ما قال الشاب عامر هسي قبل شوية انه شنو الضمان لانه انا بعد ذاك اكون مبدع عشان تكون عندي الضمانات لانه حياتي تكون ماشيه بشكل طبيعي. صحيح. الجزء الثاني من الحياه ايضا برضو كان فيه معاناه كبيره جدا على مستوى انك تقدم الاعمال عبر الوسائط المطلوبه الواجهات الاعلاميه وغيره وغيره. كثير من الفوضى كان يكتسح التفاصيل دي. نعم. وبالتالي ما كانت البيئه مهيئه لانه المبدع السوداني يكون موجود كمبدع سوداني. نعم. هو يشارك في الحراك الحياتي اليومي الطبيعي ولكن يا دوبك فجأة كده تكتشف انه محمد البدري يغني في مهرجان مثلا. صحيح. فجأة تكتشف انه فعالية في الاتحاد يشارك فيها عادل مسلم والأستاذ كثير من الأساتذة موجودين. نعم. تكتشفها بالصدفة. لكن زمان كان الناس يهتموا بها بشكل مميز على اعتبار انه هم الرزنامة دي هم يتابعوها بشكل دقيق. يعني تسهر هذا المساء حليلة. ايوه صحيح بالضبط كده. وبالتالي الآن الاتحاد يعكف على أنه هو يقيم الجمعية العمومية في الأيام الجاية بعد ما فشلت الجمعية الأولى يوم 17 أظن الجمعية الثانية تقام بأي عدد. الآن الاتحاد مواجه بمسؤوليات ضخمة وكبيرة جدا. طيب. الآن أخونا عامل لو سجل عاوز يسجل الأعمال دي الأجسام المسؤولة من أنها توفر له فقط الجهاز والاستوديو عشان يسجل بالكواليتي الكويس عشان يسجل به ما في. الآن دي صعبة. صح. وحتى الموجودة أسعارها خرافية. صحيح. جدا بالساعة صعبة جدا لزول مبتدئ يعني. بالضبط. صحيح. أيضا برضو في الفترة الأخيرة كثرت الإشكاليات بتاعت منو اللي شارك ومفهوم الأغنية الهابطة والأغنية الغير هابطة والأغنية الشبابية هل تؤثر في المجتمع ولا ما تؤثر في المجتمع. يصعب على الناس إنها تقوم تعمل معيار واحد. لأنه أستاذ محمد في إشكالية كبيرة جدا في إنه إحنا نتعامل مع كل الأفكار الموسيقية أو الفنية للمبدعين السودانيين مع اختلاف المراحل الحياتية والمراحل التاريخية. صحيح. لابد أنه يكون في معيار لكل فترة مباراة مختلفة. والأجسام هي برضو لابد أنها تكون مدركة ووعية. عشان كده أنا من أنصار أنه من يدير العمل يدير العمل الإداري للأنشطة الفنية والأنشطة الإبداعية يجب أنه يكونوا من خارج الوسط نفسه. خارج الوسط. صحيح. لأنه وجودك من داخل الوسط يعلق على عاتقك دائما أفكار وحيات لها علاقة بالنشاط. صحيح. وبالتالي تصعب عليك عملية الإدارة. نعم. نعم. لذلك الوسط في الفترة الأخيرة شوية كانت الصعوبات بيبقى بعد ذاك اللايك والديسلايك يعني. بالتأكيد. بكره فلان وبحب فلان و... نعم. وتبقى كارثة. ده كلام والله ما له أهمية بمكان. أنا أشكرك جدا خالد يا أخي. الله يكرمك. إنك تدري كنت معنا في الأمسية القصيرة دي. يا سلام عليك. لكن بالضرورة نحن قاعدين طول ما ربنا مد في أيامنا. إن شاء الله. بنتلاقى تاني وهو في نفس المجال يعني. إن شاء الله. سلام. عامر نحن قالوا زمننا انتهى لكن دار أسألك سؤال كده قبل ما نتخارج يعني. لا ما حزالك سؤال إنه رأيك شنو في الوسط لأنه يعمل لك مشاكل وأنت مبتدئ. أي بس أيوة. يقول دات وطلع 200 دار يتكلم فينا كمان وكده. فنانك منو أنت؟ نعم. بتسمع فنانك منو؟ محمود عبد العزيز. بالضرورة طبعا. لا قصد ده حاله استثنائيه فنان كلنا. نعم والله يعني بسام. منو تاني؟ زيدان ابراهيم. زيدان بديت كده بزيدان ابراهيم. هتقلده في يوم من الايام؟ والله ما لجعت للتقليد لكن بحبهم يعني. ما بنصحك بتقليديه لا بس انا بس بصوتي والله. الله يفتح عليك كده انت في السليم وكده بدايه سليمه لانه كان قلت لي محمود انا شخصيا ما ادري محمود تاني. ايوه لانه بالنسبه لي محمود واحد بس. محمود واحد. زيدان واحد بس. لا جمهور محمود ذاته متعصب. بالضبط. حتى لو انت عملتها ما برضو طبعا لكن حتى لو انت معجب بفنان ثاني وحاولت تقلده بجد انا ما دار لي ثاني مع تصوير. ما انت الليله اذا قلدت ده ما بيعتبر انك انت. صحيح. فنان غنائي بل مجند طبعا بتقلد في شنو. صحيح. في فنان. لا لا كويس ربنا يوفقك في عملك ونتوقع عليك كل ما هو جميل ان شاء الله. اللهم استاذ خالد صديقي شكرا جزيلا ثاني. شكرا محمد والله ظلال مميزه زي ما قلت لك في الاول انا سعيد جدا بهذه اللغه السريعه. تسلم. وان شاء الله الايام الجايه نكون ان شاء الله يا رب ان شاء الله. الله ان شاء الله. تيم العامل يحييكم في كل مكان بحسن المتابعه. انتهت حلقتنا وانتهى زمننا المتاح لظلال الاصيل. خلوا بالكم من روحكم وابعدوا من المشاكل. السلام عليكم.
والمحبة فيك راحة، والمحبة